السلام عليكم. طبعا هذه الخيمة أنا أسميها خيمة الفي آي بي شوية عندي، لأن فيها مواتر ما شاء الله تبارك الرحمن شيء من الآخر ودلع يعني. تكون سيارات هنا نادرة، سيارات مرتبة يعني شيء من الآخر. شوف الخيمة ما شاء الله. خلني أبدأ لكم من جهة اليمين. هنا عندهم ما أدري فيكم شاف الفيلم حق فورد وفراري الجديد. شوفوا هذا الفورد الجي تي موديل 66 ما شاء الله تبارك الرحمن. وشوفوا الموسيقى الالينور جي تي 500. اعتقد ان هذه احد السيارات اللي نزلت في الموفي مثل الالينور. وانا اوريجينال 11 كارز بلس يوز فيلم. متوقع ان شاء الله من 500 الى 600 الف دولار. هذه احد السيارات اللي كانت في الفيلم. شوفوا الموتر هذا بعد ما شاء الله. لو حاط الدوكيمنت هنا كل شيء. انا اوريكم هنا بعد ايش فيه. انا قد ما اقدر بمر لكم سريع سريع. اعتقد ان هذا كدلك ما شاء الله. والله دقيقه شكلها هي اللي كدلك. كدلك موديلات الثلاثينات ما شاء الله لونه مره مره جميل وكشف. شوف الفراري اللي جنبه بي ام مطفي مطفي عنابي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الام باور مرسيدس بعد ما شاء الله. شوف المرسيدس هذا سلس 2011. طبعا المكان هذا يعني المواتر اللي فيه تفتح النفس. مواتر بعضها لها هنا تاريخ، سيارات لها كلمة ثانية هنا يعني اللي منها نزلت الأفلام، سيارات نادرة. أعتقد أن هذه أحد الكوبرا الأصلية، هذه ما هي بربلكة. أعتقد هذه أسعارها تتراوح ممكن يبيعونها من مليونين إلى 3 مليون 4 مليون بالراحة. هذه شلبي أصلية. في هنا عبد لكم فراري ومكلارن والبوش كلها جديدة. شوفوا البورش اللي هنا بعد. حلو هذا المقدار 2018. طبعا زي ما انتم شايفين هذه المونتر. فراري. وصرنا هنا عند الموستنج البولت. عاد مسوي له دعاية وبلبلة مرة يعني عارفين، لأن نزلت فيلم حق البولت. طبعا هذا الموستنج مصدي زي ما انتم شايفين وعلى حالة الأوريجينال، لكن هذا يعتبر أغلى موستنج في العالم ممكن تحصلونه. هذا هو اللي كان في الفيلم. وهنا بعض السيارات زي ما انتم شايفين. خليني ابدا لكم من جهه اليمين. المقطع هذا عاد بيكون شوي طويل عليكم، لكن ودي اغطي لكم ايش في من سيارات هنا بتكون في الخيمه. شوف الفراري الجديده بعد 2017 مكلارن 2018. شوف الفورد هذا. في واحد من الشباب كلمني على الموتر هذا موديل 35 بس مجدد بالكامل كستم وحاطين عليه نخله من الداخل. لونه مره مره جميل، حتى الشغل اللي على السياره متعوب عليها من الاخر. هذه يقولون انها حقت سيارة واحد كان حق دراج ريس حق المقاومات، جايب كل مواتره هنا حق واحد كوليكتر. وهذه بعد سيارة سباق هنا.
هذا النوفا ما شاء الله، هذا النوفا متعوب عليه بصراحة، جميل 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 من الآخر. حوريكم بس كذا على السريع، شوفوا بصور لكم إياه هذا. أوه ما شاء الله متعوب على الموتر، مرة متعوب عليه. وحش هنا بعد. شوف السيارة هذه، شوف كم مكينة فيها، فيها أربع مكان على عد حلمي الحين، شوفها أربع مكان في السيارة. هذا هو عروض السيارات اللي هنا. طبعا اغلب السيارات اللي هنا داخل الخيمه هذه سيارات متعوب عليها من ناحيه التجديد، او ان السيارات تكون اوريجينال، بس شيء متعوب متعوب بالمره يعني. يعني حتى ابسط الديتيل في التجديد والشغلات هذه يسوونها، يعني يسمونها هاي ريستوريشن، يطولون فيه عادي، الحين ياخذون سنتين ثلاث سنوات عشان يسوون ريستوريشن على سياره. فراري بعد ما شاء الله، هذه الفراري أشكالها تتراوح أسعارها من 500 إلى 750 ألف دولار، هذه أسعارها تقريبا. شوف الكوفيد، كيف هذا الكوفيد، شوف الزين بلمث، الله وحش السوبر في. أعتقد أن هذه أوريجينال الله والعالم. شوفوا 270 مكينة 440. اوه هذا الا هذه اوريجينال السياره، هذه بالكامل ما قد تجدد، حقت كولكتر. شوف هنا قرو، هاي الاوريجينال ان ريستورد كونديشن. في واحدة ثانية هناك بعد لونها ابيض من داخل احمر، جميل هذا، هذا الديتونه هذا بعد ما شاء الله تبارك الرحمن، لونه مره فظيع بصراحه. شوف شوف الداخلية كيف، بس هذا شكله مجدد، هذا الاوريجينال الثاني كارتماتيك ما شاء الله، لونه بصراحة الجناح بعد أحمر أتعب. شوف المبار واقفين جنب بعض، تشارجر تشالنجر ودرانر تشالنجر، هنا فتحة سقف بعد. اعتقد ان هذولي تكون يعني اغلبهم اصل من سياره واحده او سيارتين، من ناحيه المواصفات ومن ناحيه الشغلات الثانيه. اعتقد ان هذه السياره ما في الا منها ثنتين في العالم على حسب ما قريت عليها، لان فيها فتحه سقف. هذه 383 كودا موديل 71، دوج تشارجر موديل 70، وهذا الدوج تشارجر ثاني ار تي، وهذا الجي تي الفورد في هنا بعد كمان، بعد ما شاء الله موستنج فاست باك. في هنا واحد جنبه بعد الجي تي 350، لونه ما شاء الله فظيع. شوف هذا بعد الموستنج، اعتقد انه موديل 69 هذا. شوفوا بعد التشالنجر الار تي والكامارو 69 زي 28 فورد. هنا بعد كمان هذا موصل فاست باك 69، بس شكله مجدد بالكامل. اوه ما شاء الله رهيب الموتر هذا، واضح انه متعب عليه، لو صبغته ما شاء الله مجنونه، موديل 70 بس مجدد بالكامل هذا. شوف كيف متعوب متعوب عليه بصراحه. شوف كيف الخلفيه حقته ما شاء الله، هذا من الاخر. وهذا الباص ال 429، هذا بعد ترى من النوادر النوادر هذا الموتر. زي ما انتم شايفين ودي عاد الحين اقفل لكم الفيديو، وان شاء الله انزل لكم فيديوهات ثانيه تغطيات اجمل.